شيخ 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 يا شيخ يا روحي مشينا عبد عبي خمم الولده حنا بكري شيخ شيبالي تاعك الله يبارك كي خرجكم رجاله عندك مسؤوليه على خي على دارك عندك منا الله يبارك خرجونا كاع عندنا كاع مسؤولين على صوالحنا ونخمو على صوالحنا وكلش دروك هادو يخرجوني يا طبعا اولادنا طلعوا مقلش شو زعما كنت بس هاك راه مطلعينهم الشيخ اه الشيخ 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 اسمح لي كنا مطلعينهم عليك الشيخ رقدتي ولا مازال ما رقدتيش دير له لاكاب تقول له تقول له راني نتفرج عليك الشيخ تقول له راني نتفرج شي اخرى في 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 لا في في الواد في في الواد وما كازي ولي تهضر معاه ماشي زيد اصبع في واد يحوس يود تاع يحيها فيها واد في اب واد في اب واد في اب ولا ما عرفتش يسموهم في اب الواد ولا ما عرفتش يسموهم هو قال يابا ما كان والو الشيخ الله يجيب الحظ والسلامه انا الله يجعلني راني نطلب فيها امام الله ان شاء الله بربي نموت قدام لا يوصل للفسق خاطش علاه سيد سيدنا نوح لا مع سيدنا موسى قالوا له يا رسول الله انت كلم الله وكل احنا كيف الحرب اللي نديروها الهود قالوا الحرب كيف اللي نديروها نخسروها قال لهم انتم اقوى فاسقين فوق هذا الارض قالوا له صحاويته قالوا ما جاي قوم انتم تولوا تحكموا فيه في من راهم يحكموا سمحنا في الرسول سمحنا في السنه تاعنا وسمحنا في القران ربي اش قال لك لا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تبع الملتهم قال لك عدوا لهم اذا عادوا عودوا هي اذا عدتم عدنا كيما هكا بصح احنا والو احنا نقول لك شا ساجين ها فاسد سيلا فرون كي شيطا لا ما عندكش تكشي الماكله اي وبكري كان الراجل يمشي بصح بالسبحه ركب على عزيز يكونيكتي شان ربي زين جدًا ولا دخلوا لنا في وقت ولا يهبلوك دخلوك هاي الراجل بكري كان يمشي السبحة غير يسبح الله أكبر بسم الله الله أكبر رسول قال عن الإيمان في قلبه مين يلقاك مين يلقاك الشيخ مين يلقاك يعطي كلمة شابة يقول خير ولدي شاش السلام عليكم ما يعرف كي قال سلام كيف خير قام يشوش لي بكري تجدلك هاك السلام عليكم مجمع لا معي لا ما عرفش أنا ولد من طاك سايكا يعرفك ضربك شاش وعندنا سيلة ما بغيناش نتقدموا هي نورمالمون طابلة تاع خضرة كبيرة انت يا راك تربط هاك تخدم هاك تشري كيما سيف ما زلنا نخدموا بقري عندنا عقلية الجاج نبغوا التبحاث فرغ له في الأدخل هاك يبحثوا مش شو صوتوا طلعوا يا دينا شيت اشري ثلاث حبات ربعة اشري شكارة حليبة ميسي مو الصندوق تاع حليب يدلو كيما هكا شو بير عطيني 25 شكاره شا عندك ملومه لا راني بندير لا تشطوكي يدي شكاره ولي يجي يدي شكاره الحليب يبقى خير ربي ولا حالته اليوم قال لي عمري فكيتي ما فتح تاع الصندوق واليوم فتح تاع الصندوق يا ودي الراس تاعك يدوره شحال في صندوق شحال في 18 اللي فتح تاع 10 صندوق ما كان والو شي انا تبالي الشيخ انا تبالي هذه بالغبريت مي صابوها سيفر بالعاني يديروا لها في المشاكل انا تبالي الشيخ ها تبالي يديروا لها في المشاكل يخرجوا لها لي سيجي يخرجوا منا يخرجوا منا وبالعاني يدقدوا هي اش تايله يدقدوا في الجزائر خاطر لي كراك ليك مكاش بنادم طالع بالغش كي غادي يخرج الكراك غادي قوطي هذا ما يخرج قارو موضوع بالصحه ما يولي يخمم القارو كي مخدوم خاطش عليها طالع بلا قرايه القارو تبحلو يقول لك هذا كيخدم بكري كنا لبره نجيبوها من الخارج نجيبوها نحطوها هنا نستوكوها ونعاودو نطلعوها للشنوا باش يثقبوها بكري تا ولينا نخدمو وحدنا لبر ضروك غادي هذو راهم طالعين الدخان ما يعرفش الطبيب نتايا تهرب لك طبيب بي تهرب له يروح لك منه ويغلط والديه ويدير لهم كيما يعيط لك على جهه وانت اش تراك مريض انت غير لاغريب ياثر عليك خاطر لاغريب يدير لك برونش يدير لك صوالح تخرج راسك تثقلك او شعب الواحد بغاو يدفنوا صابوه مصروح مالك شعب الواحد بغاو يدفنوا صابوه مصروح شميت مصروح مية غيبوبه برك مسكين دير له شي كور وتضربه بالكور وينو ايه
منو؟ يوم جيت انا من الدوام. لا تطيبوا ولا تطيبوا ولا الطالب طالع. راهم يشاهدوا له، راهم يراخروا له، طلبه عيط شو طلبه شاهد، يغديو شاهدوا انت تركي تجيب الغاشه وشاهد غير تدابا. عيط على امه وشاهد عليه ودبروا يروح. يا ودي بزاف صلاة على الشيخ. الله يجيب الخير والحظ والسلامة. اي الجزائر بكري كنا نشوفوا ياكلوا رمضان جهرا ام ياكلوا رمضان جهرا؟ الناس مش تخاف ربي على بالك اللي ياكل رمضان ربي يعلن عليه حربا هو والرسول. باش ربي يعلن عليك حرب على بالك يجيبوا لك الذهب باطل الجبال تاع الذهب باطل وتبيعوا بدرهم والله ما تربح. خشيه تاكل رمضان ولا ربي قال لك كلش ليكم رمضان تاعي خاطش علاه شوف لا تخاف ولا ما تخاف دوك كيما تاكل رمضان تما ما تخاف حتى حاجه تاعي. ومن بعد يقول لك كيما هكا سكيمي قالوا بويا مهود هو كان لي رمضان مش خايف من ربي خايف من بويا. وقول له بابا كي يسلك كتفه قول له والله لا تعلق بكروشي انا هذا الصوالح ينرفوني شيخ والله راني نشوف واحد صوالح الله يجيب الحظ والسلامه. شوف كي الدوله تتخلى على قطاعان هامان تغفل في الجزائر عبر هذا المشروع والتربيه والعداله. العداله يكون هذو زوج رايحين عبر يتلاقوا قبل ما يموت المسلم عندكم جوج صوالح. كتلوا فلان خونوا فلان دخل ايه صوالح بكري اللي فيه من عقل انا اللي فيه نتاع الخيانه والدينا ما يخلوناش نتفرجوهم والله ما تتفرج بكري على الماريكا شدد مي بغات تستعمر للعيال خرجوا لنا بارابول بارا يبول العرب بالو علينا بالخيط سيب بارابول واه بارا نقول لك وضرب السيراج نيميريك هاي خلطة خليها اسمع كل واحد يسمى ما كيما بغى نعطيك حاجه زيدها زيدها بداك بداك الحوار ديو تاعي شو هذه الجيزه هذه سلامك هذه الجيزه الناس الشيخ الشيخ هو شو قلت لك بكري البنادم الشيخ بكري البنادم كان يسبح السبحه كاع ما تخطيش ياك الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يسبح ضروك شتايله هو ايها يسو باتو يباتو يباتو عشان البيت ما تراويه وما تبغاش تكتب خبر انا شفت عارف بلي وين يروح هما خرجوهم هم يدوا في الدراهم وحنا علاه على الشيخ حنايا هما الحرب العالميه الاولى حرب ضاعوا لهم الحرب العالميه الثانيه 25 مليون راحت لهم زادوا دخلوا مع العراق صابوا ولادهم يموتوا شادروا لنا لقي يضربك بولدك خرجوا لنا هذا الارهاب وخرجوا لنا هذه داعش وخرجوا لنا ما كان لا داعش لا والو انت يا كيفاه بومبا مي تكذبها بومبا تكذب انت كذبت بومبا كذبت بومبا كذبت لوطو داير هذيك البومبا في قطر 24 ساعة كشفوا شكون ذيك اللوطو مين جاي انت كي بالك 1000 لوطو تويوتا مشي عارف شكون يجيبها تتكسر عليا فرنسا مي صابوا بلي ذيك البلاد باي تروح تساند العراق تساند فلسطين فرنسا شا داروا تاع هذيك تاع شارلو هذيك تاع الصحافة شارلي شارلو انت كيلي هكا في راسو انا العقل الرصاص ميني كيلي في راسك يطردقك كيلي في راسو ما كان والو تقول تيلي عليه بالماء حاليا ما دارها لوشي
ويجي يقصر عليا يقول لك إرهاب هذه بروسه إرهاب كم كاش واحد قال لي غادي يكون دورهم غادي يشيطوهم يا ودي قلت لهم إرهاب هما يديروه هما يحبسوه هما يقلعوه كيما يبغوا كيما يبغوا وحنا طيب العراق طيب طيب قطر السعوديه يحوسوا يحكموا الجزائر علاه الجزائر قالت لهم انا ما ندخلش معكم في حرب تاع يمن ما ندخلش في بلاد انا ضد الاستعمارات انا ضد الدول المستعمره انا ما نروحش ندقدق بلادي هكا شي يديروا مروك السعوديه دبي هذوك ملي هذوك اصحاب الساسوات اللي يدير لك عبايه ويدير قوطات ما يعرفوش ما يعرفوش يلبسوا يغيروا من الجزائريين يلبس لك عبايه ويدير لك رونجيس ما يعرفوش يلبسوا الشانغلافيا 55 هاك دايره والشعر مي يروح لامريكا يطلع شعره ويدخل لي بار يجي يقول لك انا امه مسلمه شي يديروا هما هما شي يديروا يطاكوا الجزائر بالاقتصاد بغاو يطاكوها بالاقتصاد بصح ربي بعدها ولا قال لك الجزائر تخرج مليون برميل انا نخرج زوج الجزائر تخرج زوج انا نخرجوا ربعه بغاو يطيحونا في الاقتصاد والتقشب هذه وكل شيء هما بس ربي معنا والجزائر اي والجزائريين فاتوا فيها عذبه وحدوره باش يعاود يولي عندنا الارهاب كيما بكري نقرا منه نقرا من هي بالك صحاب النقرة هذو بالك بصح باش ديرها كيما بكري والله ما كان كاع والله ما كان داعش داعش دايرينو في ليبيا هذه فرنسا فرنسا حادة على الجزائر باغية الصحراء تاع الجزائر هذه هي باغية الصحراء تاع الجزائر جات لك منها في المالي جات لك في النيجر جات لك في وتحوس تخلط فيه تحوس تحطم لك خاطش علاه تحوس تحطم لك السلاح اللي راه عندك فرنسا تحوس تحطم لك الجيش تاعك هذه هي هذا الجيل الجيل تاعنا هذه فارتيبي هذه اللي بلعوها ولا ما عرفتش كيان فارتيبي بلعوها يبغوا يقصروا انت ما يضحك الغاش كيما بلا حدود ضحك الناس قال لا تضحك ذاك الوقت كابيسي هذا خبر كابيس كابيسي هذه بيضحك الغاش او انت تضحك امه كامله على على وزير تزعق على وزير جنرال غوستو يحبسوها تزعق على وزير هذيك ما كاش بيضحك الناس ديروا كيما بكري بلا حدود راسكاش بختاوي راكي حرودي بص علي مناه هذه مناه زعقت على انت زعقت على وزير فلاني روح خرجوا له لسانه ما يتقي يقول له حو ما والو ما كان يولي هاك يولي هاك يولي بيقولوا له ما يقدر يقول لك نقطع له تحت ونقطع له لسانه نقطع له لسانه تحتاني ولسانه فوقاني ما عنده باش يعيش يديروا يقتل روحه يخليه ينتحر وحده نقطع نضرب له العيشه تاعو تحتاني خاطر العربي باش يخمم العربي باش يخمم فهمني اللي نضربه تحت نضربه في اللسان زوج لسانات اللي قطعتهم له صاي خاطر علاه علاه يدير كيما هكا علاه يدير كيما في طول في طول لي زانتيري تاعو هذوك لي زانتيري شي يخمم يخمم يتزوج انا اللي نقطع لك الزواج اللي نخليك تروح تقتل روحك وحدك على روحك روح وين نقطع له لسانه ويبني عمو يقول له ما يقدر اي روح 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 تفر روحك اذا عتبور في بلادك واه كبيره وطيقت والله العظيم مو جيت رايس اي حكم هتلر اسرائيل مين اسرائيل اللي قبل ما يقعش نقول لكم فلاينغ فلاينغ اللي تشوف فلاينغ اللي الحمله تطيح عليه الطيب الشيخ اسمح لي اسمح الطيب واحد عنده 80 عام رايح يريكلامي على سكنه انت عندك 80 عام انت خلي ولدك يدي انت عيش مع ولدك انت كيما تدي سكنه 80 عام بيعوا الزواج صافي ما فيش يكون عندك الايمان في قلبك الا ما اللي ما واه صلاه عليه وسلم القول تاع شنو هبلوه واه بصح قال لك مين جا خاف ربي قال تحت جمك وقفت وحده تبنتي مكه ولا بتدور لك يطلع على مكه يبغي بلادك واه لولا قومك اخرجوني منك والله ما نخرجش واه شوف شوف حبس شوف 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 ش
وسلم على الله. قالوا تعطيني الموارد كامل والله ما يجي ما يجي خايف عني. قالوا واخبار قعد عجوز النظر انا الشاب خالد الشاب خالد داوه لطيطوان زوجوا له امراه تايوان. قال لهم الملك تاعنا سيدنا منا ولا يعبد فيه ولا يعبد فيه. نورمال نورمال.